السلام عليكم. لا تسألني كيف حالي فله شرح يطول. قد تنطبق مقولة بهاء الدين زهير على الذين شرح حالهم يطول في سجون صنعاء المختطفة منذ اللحظة الأولى لاختطاف الدولة. اختطاف الدولة يعني اختطاف حرية الذين تظهرهم الميليشيا كل لحظة كورقة جريحة لغسل جرائم الحرب على الثورة والدولة. بحسب متابعين، تبدو الميليشيا عصابة تبحث عن أغطية متعددة لجرائمها التي تحمل رائحة الفاشية لتصفية حسابات سياسية بعينها، في حالة تبدو فيها وهي تدين نفسها بنفسها، وهي تبث مشاهد المكلومين بالسجون في عيونهم ندوب الزمان والمكان والإنسان. لا أعراف للانقلاب ولا التزام بالقوانين المحلية والقانون الإنساني الدولي ولا حد أدنى من أخلاقيات الحرب. كل يوم تتسع مساحات ظلال السوداء للذين صعدوا إلى السلطة في أيلول الأسود، ويبدو المختطفون أكثر عرضة لأصناف الاغتيالات المعنوية، من بينها اغتيال حريتهم وشخصيتهم الاعتبارية وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها. مشاهدينا الكرام، عن محاولة الميليشيا غسيل الثورة والدولة وكذلك غسيل جرائمها بحق المختطفين ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. في الأقبية المظلمة يثبتون أمامهم العدسات ليقولوا ما يريده السجان بعد وجبة التعذيب التي تظهر على ملامحهم المشبعة بالإنهاك. السجان الذي يمضي معصوب العينين خلف أوامر الرؤوس العليا للإنقلاب، النعامة التي تتوحش على المختطفين العزل في مناطق سيطرة الإنقلاب فيما تبدو منزوعة من الحد الأدنى من أخلاق الحرب، خصوصا في التعامل مع المختطفين. المختطفون الصيد المدني الأعزل بيد الميليشيا وورقتها التي تلوح بها لغسيل الدولة والثورة في صنعاء، والشيطنة المستدامة تجاه الذين كان لهم موقف مناهض لإسقاط الدولة التي سقطت حريتهم بسقوطها. بحسب أعلام ميليشيا الإنقلاب، فإن أغلب المختطفين الذين تظهرهم وسائل الإعلام ذاتها مدنيون عزل يدافعون عن الدولة في صنعاء الرهينة. تحليل مضمون الخطاب الإعلامي لميليشيا الإنقلاب يظهر إجبار المختطفين تحت الإكراه في السجون على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، وهذا يتنافى مع القوانين المحلية والقانون الدولي المرمي في سلة المهملات بالنسبة للميليشيا. ورقة الإرهاب اللافتة التي أغرقت فيها الميليشيا السجون بالمختطفين والمخفيين قسراً هي ذات الورقة الأمنية التي انتجتها الثورات المضادة التي تسعى لتصفية ثورة الشعب والتنكيل بالقوى السياسية والاجتماعية المساندة لها. الإعلام الفاشي للثورة المضادة في اليمن والتجني على المدنيين في مناطق سيطرة الإنقلاب يتوسع كل يوم. إعلام الدولة الشرعية ومخاطبة الرأي العام المحلي والدولي لا يبدو على قدر جيد من الإسناد للقوى المقاومة للإنقلاب وضحايا الإنقلاب على الدولة وفي مقدمتهم المختطفون. آلية الإعلام الرسمي في تصحيح الرأي العام وكشف تضليل إعلام الإنقلاب وآلة الدعاية الحوثية المسنودة إيرانياً لا تبدو واضحة، على الأقل في اللحظة اليمنية الراهنة والحساسة. المزيد من الضحايا ينضمون إلى السجل كلما ترنحت قوى الإنقلاب العسكرية على الأرض التي تنكمش كل يوم تحت أقدام الذين داسوا على كرامتها الحضارية. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش هذه الحلقة مع ضيفي عبر سكايب الأستاذ نبيل البيضاني الناشط الحقوقي من السويد، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور والعافية وشكرا للاستضافة أختي ياسر. أهلا بك أستاذ نبيل. يعني تابعنا الفيلم الذي خرجت به الميليشيا كمنجز أمني لها. برأيك أستاذ نبيل، يعني هل يعني نستطيع أن نقول أن هؤلاء الذين تم اختطافهم يدفعون ثمن استعادة الدولة أو ثمن سقوط الدولة أيضا؟ بالتأكيد هم أحد ضحايا المدنيين للانقلاب. الانقلاب للأسف كنا نتوقع أنه مع الوقت مع المحاصرة له من قبل المقاومة، من قبل أيضا الشرعية، ومن قبل أيضا التحالف الدولي، كنا نتوقع أنه سيتجه إلى عقلانية، لكن للأسف توجه أيضا إلى مراحل من الوحشية التي لم تشهد لها اليمن إطلاقا. نحن أمام عملية يعني أقرب إلى السخرية. نحن نتكلم الآن عن مختفين لمدة عامين
أيدها قرارات دولية 2216 تتحدث أيضا عن هذول المختفيين ومن قبل جماعة الحوثي وصالح. هؤلاء المختفين في وضع مفاجئ يتحولوا إلى مجرمين، يحاولوا قدر المستطاع الآن، حتى لو لاحظ الجميع هذا الفيلم الذي قيل عنه أنه يحاول أن يفبرك الحقائق، لا، يحاول قدر المستطاع ربطهم بالإرهاب حتى يحصل على مزيد من التعاطف الدولي. هنالك إرادة فعلا لدى الإعلام هذا إلى تحويل الشرعية في مربع القاعدة، هذا المربع والتهمة التي دامت على النظام ودامت أيضا على الفاعلين السياسيين فيه. للأسف دخلوا صنعاء بهذه الحجة ووصلوا إلى البيضاء بهذه الحجة، ودخلوا عدن بهذه الحجة، وحتى اللحظة يقاتلوا وفق هذا المنظور والحجة. للأسف في الاتجاه الآخر الإعلام الحكومي لم يعد بذلك الاحتراف الذي يستطيع أن يقيم جبهات محددة. نعم أستاذ نبيل، قبل أن نقفز على هذه النقطة سأصل إليها تماما وأفرد لها محور خاص، يعني دور إعلام الشرعية، ولكن قبل ذلك يعني حدثتني عن توجه لهذه الميليشيا بتوصيف الشرعية أو مربع الشرعية ومن ينتمي إليه بالقاعدة. ما الذي يمثل هذا التوجه من خطورة على فكرة استعادة الدولة، على الشرعية، على المقاومة؟ لاحظي شيء واحد، أكثر الخطاب الإعلامي الذي يقوم فيه الحوثيين أو حتى صالح هي مخاطبة للقوى الدولية العالمية. ستجد أن أكثر الاستراتيجية الأولى التي بدأوا فيها هي محاربة الإرهاب، كانت عبارة عن مقايضات أو وسيلة لطرحهم كانقلاب مقبول في المنطقة، مثل ما حصل الآن مثلا في مصر. الانقلاب المقبول في نظرهم هو الوصول لمصلحة لتوافق سواء أمريكي سواء حتى الصهيوني أو حتى روسي. كان هذا التوجه الدائم في استراتيجية التعامل الإعلامي لدى الحوثيين وصالح. خطاباتهم دائما في اتجاهين، الاتجاه الأول على الأرض كانوا يتوجهوا في القضايا في إحداث نوع من التعبية العامة لليمنيين. في الاتجاه الخارجي كانوا أكثر وضوحا في طرح كل القضايا سواء الحقوقية أو حتى الإعلامية في اتجاه أن تصب في مصلحة الغرب. نحن لا نقول الآن، هم يقولوا دائما الموت لأمريكا، لكن في الاتجاه الآخر كل تحركاتهم نقول نحن الموت للشعب اليمني والنصر لأي قوة خارجية نحن معها. هذه هي السياسة للأسف الذي كانوا يقوموا فيها. حتى في الملف الحقوقي دوليا في كل المحافل الدولية كان الحوثيين في اتجاه وانسجام تام مع المنظمات الدولية في اتجاهها، في وضع أنفسهم كبديل للدولة في محاربة القاعدة، وللأسف في الاتجاه الآخر لا يوجد ذلك البعد الذي يقف ضدهم حتى اللحظة. نعم، طيب أستاذ نبيل، يعني هناك ربما جانب أكثر حساسية وهو الخطورة التي يعني تشكلها هذه الجماعة على المعتقلين بمثل هذه الأفلام، بمثل هذه الأفكار التي يروجونها. يعني لو لا أدري هل اطلعت على المنشورات التي تم توزيعها بصدد هذا الفيلم، وهو يحاول أن يكشف هؤلاء الجماعة أنهم إرهابيين من خلال ما تم تصويره. للأسف هم يقرأوا تماما، أعتقد أن هنالك من يقرأ لهم جيدا التوجه العام الغربي. كثير من الأبحاث المؤخرة خصوصا في مراكز البحث متعددة داخل أمريكا أو حتى أوروبا تتحدث عن الإصلاح بأنه قوة مدنية وأنه أحد الحلول السياسية الموجودة في البلد. هذا طرحهم. هم يقرأوا هذا الكلام فيحاولوا قدر المستطاع الآن أن يوجهوا العالم إلى النقطة القديمة، هو الادعاءات الماضية أن الإصلاح ومعروف أن الإصلاح هو سنام عمل المقاومة في اليمن حتى السياسية أو حتى المدنية، فلذلك يحاولوا قدر المستطاع أن يوصلوا لهذه النقطة تجريب الإصلاح، ومن هذه النقطة نحن بدائل جيدين للعالم. للأسف هذه أصبحت حجة غير جيدة. في الاتجاه الآخر الإصلاحيين لا يعملون جيدا، الإصلاحيين ما زالوا يتعاملوا بطريقة الحكيم الزائد والذي يتحول في مع بعض الصبية إلى مسخرة. يعني إن لم يقوم بعملية جيدة الإصلاح لإصلاح توجهاته وأنه رقم جيد وأنه ليس هذا لك يعني ليس قاعدة وليس أيضا حامل إلا أنه جزء من
المقاومة الشعبية التي تتعدد أشكالها المدنية، وأيضا جزء من الحكومة اليمنية والمقاومة والجيش الشعبي اليمني. نعم أستاذ نبيل، يعني محاولة يعني إبراز الشرعية ومربع الشرعية بهذا يعني التوصيف الإرهابي أو أنهم مجرد إرهابيين ينتمون للقاعدة، يعني أمام المجتمع الدولي مهما حاول هؤلاء، ولكن في نهاية الأمر هناك صيغة واضحة أن لا يعترف إلا بالشرعية وهم مجرد معرقلين. هذا ليس صوابا، كان في الماضي نعم، لكن هم يقرأوا الآن في توجهات دولية واضحة بأن ناحية إزاحة هادي وكل قوى عن المشهد، حتى باستبدالها بأي شيء، حتى لو وصل الحال لانفصال البلد، حتى لو وصل الحال لانهيار حتى المشروع الذي تقوم به التحالف العربي في اليمن. للأسف يقرؤوها جيدا ويحاولوا قدر المستطاع أن يوصلوا للعالم بأنهم البدائل الجيدين والذي يمكن لهم محاربة الإرهاب ومحاربة حتى الإسلامية بهذا التصور. نحن الآن أمام مشروع للأسف غريب، يعني هذا التحرك الذي نراه من الحوثيين الآن في ناحية تجريم هؤلاء الشباب المدنيين الذين يعرفهم، هؤلاء اختطفوا قبل سنتين، أي قبل عمليات التحالف على الأرض. نحن نتكلم الآن على شباب يتحدثوا بصيغة أحزاب سياسية، كل الذي نسمع ثلاثة أرباع الشريط تتحدث عن انضمامهم لحزب سياسي، كل الأحزاب السياسية تأخذ تعهدات على أعضائها وتقوم بعملية تدريب نوعي لهم وتؤطرهم في أشكال محددة كأسر وشعب وكذا. يعني نحن نتكلم على مسرحية واضحة للأسف تتجه ناحية إعدام هؤلاء الشباب. هذا الشريط الإعلامي الذي انتشر هو يتجه ناحية إعدام هؤلاء الشباب الأبرياء. هل يعني أستاذ نبيل، يعني حقوقيا وأمام العالم، هل تؤخذ يعني مثل هذه الشهادات التي بطبيعة الحال أخذت تحت التعذيب، يعني لا أحد يظهر وهو يدين نفسه بذلك الشكل، يعني هل يعقل أن يمرر حكم إعدام على مثل هؤلاء الشباب أمام المجتمع الدولي بهذه التهمة المفصلة يعني بحذافيرها لهم؟ للأسف هنا الرسالة ليست حقوقية وليست قضائية، الرسالة واضحة، هي رسالة سياسية للخارج. نحن الآن موجودين نستطيع أن نقوم بنفس الدور الذي يقيم الآن في مصر أو الذي يقام الآن في ليبيا. نحن رسالة واضحة لكل القوى بأننا نحن موجودين، نستطيع أن نقاتل أو ننفي الإصلاحين، نستطيع أن نتهمهم، نستطيع أن نعملها. ينسوا بأن حقيقة الأحزاب السياسية اليمنية عموما كانت حتى في غضم 94 في حربها كانت متمسكة في الحلول السياسية وفي الشرعية. نحن الآن لدينا حقيقة عدم توازنات على الأرض واضحة بأن هنالك في اتجاه للعنف، لكن مجرد أن ينتهي أو تعاد الدولة وتعاد الشرعية وتقوم الجميع يترك سلاحه ويتوجه إلى المفاوضات والعملية السياسية. أنا أعتقد بأنها رسالة سياسية وليست أبدا رسالة حقوقية أو رسالة قضائية أو قانونية محاولة. هم للأسف هذا واضح بأنهم سيتجهون لإعدامهم إرضاء للخارج ومحاولة الوضوح أيضا في الرؤية بأن نحن دمويين ونستطيع أن نقوم لأبعد ما تصوره البعض بأننا ضد الإسلاميين أعداء المنطقة وأعداء العالم في المنظور الغربي للأسف. نعم أستاذ نبيل دانا، نشك معنا في هذا الحوار الدكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام من الرياض. مساء الخير دكتور فيصل. مرحبا بك أختي الكريمة وبالضيفك الكريم وبالإخوة المشاهدين جميعا. أهلا بك دكتور فيصل. دكتور، يعني هناك عتب للمنظمات الدولية المساندة لحقوق الإنسان فعليا يعني على الشرعية بعدم إيصال معطيات حقيقية لما يحدث في البلد، هنا قصور واضح، ربما قد ناقشتك في هذه الفكرة من قبل، لا توجد يعني لا صور ولا أفلام ولا يعني حتى يعني فلاشات نوعية مترجمة تصل للخارج، حتى على مستوى الدكتور يعني أبسط عملية تقوم بها للبحث عما يحدث في اليمن في جوجل سيظهر فقط يعني ما أحدثه التحالف في اليمن، ولكن لا يوجد لا أثر لما تقدم عليه الميليشيا، لماذا هذا القصور؟ أولا طبعا هذا ليس صحيح، لأن هناك توثيق من قبل قبل أن يلعب الإعلام دور ويستعيد عافيته، كان هناك تحالفات حقوق الإنسان في اليمن ومنذ اللحظة الأولى للعدوان أو للانقلاب واعتداءاتهم على الشعب اليمني كان هناك رصد، وهذا الرصد نال ثناء كل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لأنه كان يتم وفقا لإشراقات
القانون الدولي الإنساني. طبعا هناك مرصد إعلامي يقوم بعملية الرص وإعداد فلاشات، وتم تزويد كثير من الجهات بهذه الفلاشات وبأكثر من لغة، لكن يعني هناك عتب متبادل بين الحكومة وبين المنظمات الإنسانية بأن المنظمات الإنسانية حصرت وجودها في صنعاء وتنكرت لكل اليمن. نعم، لا لكن دكتور اسمح لي، يعني اسمح لي بالمقاطعة، يعني أنت تحدثني عن عمل يعني المرصد وأعمال أخرى، ولكن على أرض الواقع يعني نحن مثلا حين نحاول أن نبحث عن شيء بلغة إنجليزية لا نجد إلا يعني ما يصوره الحوثيون وإعلامه فقط. يعني كثير من المنظمات تبحث مثلا عن صور لمعذبين من تعرضوا لانتهاكات من قبل ميليشيا الحوثي، إما أن تكون دقتها غير واضحة وإما أن المصورين يحتفظون بها، وهذه أكثر من مرة يعني يتم نقاشها والحديث عنها دكتور. يعني نحن لا نتحدث بعيداً، الإنترنت موجود بيد كل شخص يستطيع الآن القيام بعملية بسيطة للبحث. طبعاً أنتم تعرفون أن الإعلاميين هم أول ضحايا الإنقلابيين. نعم. وقد نكلوا بكل الإعلاميين. طبعاً لا يوجد من يستطيع أن يحمل الكاميرا أو يوثق أو يطلع برأي آخر من داخل المناطق التي فيها تواجد الإنقلابيين، لأنهم يعني الموت والساحل أقرب وسيلة يتعاملوا بها مع الناس. وأنتم في قناة بلقيس أيضا تعايشون هذا الشيء، فطبعا وزارة الإعلام لا تملك أي قوة خارقة تستطيع فيها أن تخترق الواقع، يعني الوطن يعني لم تستعد كافة أجزاء الوطن. بالنسبة للمناطق المحررة طبعا ما فيها ما عندنا أي مشكلة في التغطية الإعلامية، وأعتقد أنه الإعلام يمشي فيها بشكل طبيعي، لكن ما يمارسه الإنقلابيون نحن نعتمد أيضا على الناشطين فيما يعكسوه، سواء من نهب المعونات الغذائية، من الحصار، من التنكيل بالناس، من المحاصرية كما حصل في الحكم على الزميل الدكتور يحيى عبد الرقيب، والآن 15 إعلاميا أو أكثر يواجهون محاكمة صورية أيضا. هذه كلها يعني لا نريد أن نضيف أسماء إلى جانب المختطفين والمعتقلين، يروحوا يتصدوا مثلا يغامروا ويتصدوا لتوثيق أعمال الإنقلابيين ويزجون بهم في السجون. طيب. ويعدموهم. نعم، بالنسبة للفيلم الذي ظهر مؤخرا دكتور، يعني بحسب إعلام الميليشيا أغلب المختطفين أظهرتهم وسائل إعلام الانقلاب يعني بسبب دفاعهم عن الدولة في لحظة انقلابهم، يعني بصورة لا ندري كيف تم التفكير بها. أين الإعلام الرسمي حتى الآن للدفاع عن هؤلاء، لتوضيح يعني كل يعني المغالطات التي يقوم بها الحوثيون ويوجهونها لمن هم في الداخل والخارج أيضا؟ طبعا الآن تم تدشين موقع الوكالة السبا للأنباء باللغة الإنجليزية، وقريبا سيتم تدشين موقع آخر باللغة الفرنسية. هذه إحدى الأدوات للوصول إلى العالمية. سفاراتنا لا تزال طبعا الآن في طور إعادة البناء بعد أن كانت أو كان القطاع الدبلوماسي تقريبا يخضع للسلطات المخلوع، والذي بناها كما بنى الجيش كما بنى يعني كله كان يتمحور حول عصابة الفساد وحول الأسرية. فالآن إن شاء الله تعالى يعني بعد الدبلوماسية تلعب دورها، إضافة إلى كما قلت الموقعين للوكالة الأنباء اليمنية. نتمنى أن يجد النور قريبا لعمل أفلام وثائقية. كله موثق، لكن عملية بثه وإيصاله إلى العالمية سيكون قريبا. يعني نتمنى لا تتأخروا، يعني لنا عامين يعني وإلى الآن لم تظهر مثل هذه الأعمال. في عفوا يعني الذي يعرف والله أنه أحيانا نداوم إلى 18 ساعة، نخرج من المكتب الساعة 2-3 بعد منتصف الليل ومن الصباح. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور فيصل عواضي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ نبيل، كنت بداية الحديث تود أن تتحدث عن جانب يعني الدولة في مسألة الإعلام والقصور الذي لديها، ربما سمعت الحديث الدكتور فيصل، ما تعليقك؟
والله يبدو دائما أني أنا المعارض لهذه الحكومة يعني، لكن حقيقة ضرب في الميت حرام كما يقولوا، لكن نتمنى أن يكون هنالك أداء جيد. يعني بعد سنتين الآن بدأنا نخاطب فيها العالم باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية، هذا جيد. بغض سنكون بوزيتيف كما يقولوا، يعني متفائلين. هنالك يجب أن يكون هنالك مقدرة على صناعة نفوذ خارجي لليمنيين عن طريق السفارات. يجب أن يكون أن يخرج العقلية اليمنية المتعودة على أنها تبحث على منصب حتى في كلامها وحديثها، وتحاول قدر المستطاع أن تنمق الموضوع فيما يخفي الحقيقة. يجب أن يتغير هذا الأداء في الحكومة، وأنا أعتقد أنه لو استطاع القليل من الجماعات الضغط وإيقاد، يعني إيجاد عمليات محددة لصناعة نفوذ داخل الغرب للتواصل مع النافذين الإعلاميين والحقوقيين والقانونيين وحتى السياسيين الغربيين، سيكونوا جدا مرحبين. نحن نحاول قدر المستطاع أن نجعل الآخرين ينظروا بأن هنالك حكومة في اليمن وأن هنالك شرعية، لكن هناك قصور. هذا القصور يؤثر كثيرا حتى على القضية. في الاتجاه الآخر أيضا التدخلات، حقيقة وأنا أقولها، تدخلات أيضا السعودية لا تكون جيدة مطلقا. لا يمكن مطلق أبدا أن يكون هنالك هذا كما يقولوا يعني شبه السيطرة على منافذ الحكومة اليمنية لدرجة أنه لا يستطيع أن يعملوا شيء. يجب أن يكون هناك مساحة لليمنيين أن يعملوا بعيدا عن هذه المنافذ السيطرة السعودية. هي لن تضر مطلقا، لكن بالتأكيد ستحدث نوع من التغيير. الناشطين وخصوصا اليمنيين الذي يعيشون في الخارج يستطيع أن يتعامل مع اليمنيين بكل حرفية ومقدرة، لكنهم لا يستطيع مطلقا أن يتعاملوا مع الجانب السعودي من دون أن يكون هنالك نقد واضح، من دون أن يكون هنالك احترام متبادل وتقدير وكرامة لليمنيين. نحن نعتقد أن هنالك كثير من الأشياء الخاطئة التي موجودة الآن لدى الجانب الشرعي في اليمن، لكنها الآن جيد. هذا التحرك نراه جيدا، ونتمنى أن يكون فاعلا وذكيا، ألا يكون الشغل الآن في وزارة الحقوق، عفوا في وزارة الإعلام بطريقة الاستخبارات. يجب أن يتعاملوا بذكاء، بأن يتواصلوا مع الآخرين في العالم بطريقة مفتوحة، بتواصل واضحة، بتقارير، بحديث، باتصالات تلفونية حتى، ولقاءات مباشرة وجها لوجه. هذا جيد سيكون، وسيحدث تغيير كثيرا في القضية حتى لدى الغرب. نعم، إذا أستاذ نبيل، يعني هناك سؤال يطرح نفسه بطبيعة الحال، لماذا تستخدم الميليشيا المختطفين كورقة دائما، يعني ورقة أمنية لنقل لغسيل جرائمها، أو يعني كلما فتح موضوع المختطفين أو شد الحديث عنه حاولت إظهارهم كمجرمين أو فعلا يعني مهددين للأمن اليمني؟ أستمع الإجابة منك بعد الفاصل. إذا نعود إليكم مشاهدينا الكرام. أستاذ نبيل، كنت قبل الفصل سألتك عن نقطة استخدام الميليشيا للمختطفين كورقة أمنية تود يعني غسل جريمة إسقاط الدولة وتحميل هؤلاء بأنهم هم من كانوا يخربون الدولة أمنيا، ويعني أيضا على مستوى وجود خلايا إرهابية وما إلى ذلك. في الصراع عزيزتي يوجد دائما استراتيجيات هجومية واستراتيجيات دفاعية. للأسف الحكومة والتحالف أوجدوا نفسهم في إطار الدفاع الدائم. يعني ما زالت حتى اللحظة السعودية تتعامل منطق أننا تدخلنا في اليمن تدخل إنساني. ما زال حتى اللحظة يتعامل الشرعية الآن بأننا لسنا مثلا، الآن الاتهامات المطلقة إليهم بأنهم قاعدة، الاتهامات أيضا لديهم. يعني وجدنا الآن حتى المشارك الآن الدكتور المستشار وزارة الإعلام يتحدث بصيغة الدفاع. للأسف حتى اللحظة لم يكن هنالك استراتيجية هجومية واضحة. يعني من المفترض أن يكون هنالك انسجام لدى أذرع الحكومة والتحالف بأنهم يهاجموا هذا التطرف، هذا الإجرام الحوثي بطريقة قوية وقادرة. لو استطعنا أن نبحث فقط ملف واحد، هؤلاء المخفيين يستطاع أن يأخذ الأمهات ويأخذ أقربائهم ويتواصلوا مع العالم بهم، يستطيع أن يوصلوهم. يعني المسألة ليست صعبة. إن أخذتم اثنين ثلاثة وأربعة وقفزوا إلى وزارة، إذا مجلس حقوق الإنسان أو حتى نيويورك للأمم المتحدة، إذا وضعوا لهم ثلاثة أو أربعة
فعاليات في أوروبا وأمريكا، إذا فضعوا لهم مساحة في التلفزيون بدلا من المساحة التي نأخذها نحن أو يأخذها الآخرين من المهادنين للتحالف، يجب أن يؤخذ للضحايا مساحة، يجب أن يتحدثوا، ويجب أن تكون هنالك استراتيجية هجومية واضحة. هذه المساحة التي تركوها للأسف يعمل فيها الآن الحوثيين، الحوثيين حولونا نحن إلى قاعدة، نحن حولوا الآخر الذي يتحدث عن حقوق الإنسان إلى مجرم، إلى المدافع عن حقوق الإنسان الآن الذي لا يستطيع أن يفتح حتى منظمة أو يستطيع أن يرصد حالة حقوق الإنسان في مناطقهم هو مجرم، بل وقبول دولي بهذا المنطق. للأسف هنا تحتاج إلى تحرك قوي من دولة قادرة وشرعية متمكنة متماسكة قادرة. نحن نعذر الشرعية، نحن الآن الضربات تأتي لهم من كل مكان، لكننا نتمنى فعلا أن يقوم بعملية مراجعة أدائها ويحاولوا أن يحسنوا في الأيام القادمة. يجب نعم. أن يهاجم أستاذ نبيل، يعني هل تسعى الميليشيا على التغطية على الانتهاكات التي تقوم بها، على جرائمها التي تقوم بها، يعني بحق المختطفين بما في ذلك جريمة التعذيب بإصدار مثل هذه الأفلام؟ هل ماذا؟ تسعى الميليشيا لتغطية هذه الجرائم خاصة جرائم التعذيب بالنسبة بحق المختطفين؟ لاحظي أن استراتيجيتهم حتى في الخطاب الإعلامي الشخصي حتى أنهم دائما يتحدثوا عن إجرام الآخر ولا يذكروا. هذه لعبة معروفة جدا، عندما تتحدثيني عن تهمة لي أنا أحاول قدر المستطاع أن أنقل الموضوع إلى تهمة آخر يعملها آخرين حتى تقبلي ما أفعل. للأسف لو وجدت ثلاثة أرباع المتلقين والقائمين في الإعلام حتى المتحدثين الشخصيين يتحدثوا دائما عن فكرة الدواعش، يتحدثوا دائما عن علي محسن، ينقلوا الفكرة التركيز عن الانتهاك إلى مرحلة أخرى، دواعش، علي محسن، إصلاح، إمارات، سعودية. هذا المنطق للأسف لم يأخذ في الاتجاه الآخر حتى طريقة معينة ذكية في التعامل الإعلامي والتداول الخارجي. لو استطعنا أن نفضح يعني الانتهاكات الحوثية حقيقة على مستويات الإعلام في العالم لم استطع مطلقا الآن أن يتسوى. كل ما ذهبنا تحدثنا عن انتهاكات الحوثيين قابلوننا بأننا نحن سعوديين ونحن كذا، رغم أننا نحن، أنا أتحدث عن ذاتي ومزيد من الناشطين هنا في أوروبا، نتحدث بكل حيادية، لا نقول بحيادية نحن مع الضحايا، نتحدث بكل موضوعية عن الانتهاكات الحاصلة من جميع الأطراف. ولذلك نجد دائما للأسف أننا نضع نفسنا نحاول أن ننظف كما يقولوا شاشتنا أو مساحتنا، وهذا دائما يوجدنا دائما في صراع لا ينبغي. يجب أن يفضح الحوثيين، يجب أن يوصل هذه الرسالة للعالم كله. نعم، إذا ينضم معنا أستاذ نبيل عبر الهاتف، ينضم معنا الأستاذ عبد الرحمن برمان عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساء النور، أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام والضيوف جميعا. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. برأيك يعني إجبار المختطفين تحت الإكراه على قول ما يريده السجان هل يشكل انتهاك آخر وجريمة إضافية؟ يعني هذا شيء مؤكد، بل هو الجريمة بذاتها. طبعا القانون اليمني والدستور والقوانين العالمية وقوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية تعطي حرية للسجين في الإدلاء بأقواله، ولا يجوز أن يدلي بأقواله إلا بوجود محامي. وفي حال ما إذا اتضح أن هناك أي ضغط أو إكراه أو حتى معاملة قاسية أو حتى وعد، مجرد وعد أو تهديد باللفظ، فما بالكم عندما ظهر السجناء أمام القاضي؟ أثر التعذيب كانت بارزة على أجسادهم، وشيء مؤكد جميع المعتقلين خرجوا من المعتقلات أكدوا أنهم جميعا تعرضوا للتعذيب. بالإضافة إلى يعني الشهادات التي استمعها الكثير من النشطاء والمنظمات والجهات من قبل يعني شهود عيان كانوا متواجدين في، سواء كانوا ضباط او عسكر، تحدثوا عن عمليات التعذيب التي تمت لكثير من المعتقلين. اعتقد انها وخصوصا عندما يحال هؤلاء الاشخاص امام محكمه امن الدوله التي لا تدقق ولا تعطي اي اعتبارات قانونيه، هذه المحكمه التي هي شعبه من شعب الاستخبارات، هم يعني مجرد هي اجراءات روتينيه من اجل اصدار الاحكام ضد هؤلاء الناشطين المدنيين. لكن لاحظوا هناك امر مهم جدا، وان هؤلاء المعتقلين اعتقلوا من قبل سنه او سنه ونصف، وبعضهم من ما يقارب سنتين. ما هي الاسباب التي ادت الى ان تسكت الجهات التي قامت باعتقالهم وتعذيبهم الى هذه الفتره، ثم تظهر بما سموها بالافلام او الاعترافات التي سجلت؟ هناك ايضا انتهاك
مجرد تصوير هؤلاء وهم يدلوا هذا انتهاك، حتى ولو كان هذا الشخص مجرم لا يجوز تصويره ونشر يعني نشر ما تسمى بالاعترافات باعتبار ان هذا الشخص يخضع امام القضاء والقضاء هو الذي يحدد هل هو بريء ام مجرم. لكن اليوم هم اصدروا حكم قبل ان يكون امام القضاء، قبل ان يصدر القضاء او ما يسموه بالقضاء كلمته، كانوا قد اصدروا حكم وتجاوزوا كل هذه الاعتبارات القانونيه والاعتبارات الانسانيه لهؤلاء الاشخاص، لاسرهم، لاولادهم. انتم لا تدرون حجم المعاناه التي تعانيها ابنائهم وزوجاتهم وهم يتواصلون معنا حول هذه الاعترافات والالم الذي يتعرضون له وهم يرون ويعرفون انه هذه الاعترافات جاءت بناء على التعذيب، بناء على قعل على اظافر، بناء على الكهرباء، بناء على التجميع، بناء على التخويف، بناء على التعليق، اشياء بشعه مورست ضد هؤلاء المعتقلين. وربما لو رايتم فقط المحضر الذي سجل في نيابه امن الدوله مع الدكتور يوسف الدكتور يوسف البواب كيف تحدث التعذيب الذي حدث له، حتى كادت الاجزاء الداخليه في العمليه افتتحت وكادت وظهرت اجزاء داخليه من احشاء من داخل البطن، شيء لا يمكن ان يوصف. يعني هناك نعم عمليات تعذيب وحشيه مطلقه. نعم استاذ عبد الرحمن، اود ان اسالك، هل لديكم انتم كلجنه يعني معينه تواصل مع المجتمع الدولي يعني ربما يعني مثل هذه الافلام التي تخرج، احكام الاعدام، يعني بكل ما يحدث لهؤلاء لنسمع صوت المجتمع الدولي على الأقل؟ بالنسبة للجنة الوطنية هو دورها دور تحقيق فقط. نعم. هي تجري تحقيق ثم تظهر للرأي العام نتائج التحقيقات. ونحن ننتظر من قبل الأهالي المعتقلين الذي تعرضوا لأي اعتداءات أو تعذيب أن يتقدموا أمام اللجنة، واللجنة ستجري تحقيقات في هذا الأمر. ونحن نجري التحقيقات هذه يعني بصورة مهنية ومحايدة، حتى أننا يعني هناك انتهاكات موجوده في المناطق التي تسيطر عليها الشرعيه وان كانت بصوره اقل، لكنها في نفس الوقت هي تسمى انتهاكات، وهي انتهاك لحق السجناء الذي يتم اعتقالهم خلافا للقانون، يتم اعتقالهم فترات طويله اكثر من المده المحدده، يتم معاملتهم في بعض المناطق معامله سيئه، هذه كلها انتهاكات سواء كان الجانب القوات الشرعيه او الجانب الاخر الذي هو جماعه الحوثي وصالح. طيب استاذ، يعني تجني على المدنيين في مناطق سيطره الانقلاب، هل يعني يتطلب توفير الحد الادنى من الحمايه المدنيه لهم من قبل الجهات الانسانيه المعنيه بهذا الامر على الاقل؟ هو الدور المنظمات الانسانيه هو عمليه عمل ضغط، ولكن هناك اشكالي انه في كثير من بلدان العالم عندما تحدث الصراعات تجد هذه المنظمات اما ان تكون عاجزه عن عمل شيء او ان يعني بسبب انه الطرف الذي يمارس الانتهاك لا يتعامل مع القوانين ولا يتعامل مع مثل جماعات العنف المسلح، الجماعات الارهابيه لا تتعامل مع القوانين الدوليه ولا مع المنظمات الدوليه في كثير من الاوقات، وفي احيان كثيره تتغافل هذه المنظمات كما هو حادث في الحاله اليمنيه والسوريه والعراقيه، هناك تغافل كثير وكان دورهم دور ضعيف جدا في عملية ممارسة الضغط وأيضا وفرح الانتهاكات والسعي والضغط على المجتمع الدولي، على الأمم المتحدة، المنظمات الدولية يجب أن تمارس ضغط على الأمم المتحدة كي يكون هناك لها دور. نحن رأينا دور سلبي أيضا حتى لجهات تتبع الأمم المتحدة بسبب تخاذل هذا المجتمع المدني سواء كان مجتمع مدني داخلي أو مجتمع مدني الدولي والخارجي، ولم يكن هناك أي دور يعني بارز للأمم المتحدة في إيقاف هذه الانتهاكات. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الرحمن برمان، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني تحدث الأستاذ عبد الرحمن عن نقاط عدة، يعني نتحدث عن النقطة التي قال لنا كثير من المنظمات ربما تصمت عن حالة حقوق الإنسان كما يحدث في حالة اليمن. بطبيعة الحال يعني ناقشنا هذه النقطة كثيرا، ربما الاعتبارات السياسية تقوم بذلك، إلى متى يعني ستصمت هذه المنظمات برأيك؟ حقيقة أنا أريد هنا أن أوضح السبب تماما، السبب ليس الحوثيين فقط ولكن السبب أيضا في الاتجاه الآخر، وضع للمنظمات خيارين، إما أن تتحدثوا بما نقوله نحن كيفما نريد
وأن تتحدثوا بصيغة وكأنكم إما للأسف أقولها سعوديين أو للإماراتيين أو شرعية، هذا لا يستطيع أحد أن يفعله، وإما أن تتحدثوا باسم الحوثيين. يعني هذا الخيارين لا ينبغي مطلقا وضع المنظمات الدولية. المنظمات الدولية ستضع في الأخير ستضع ما تراه على الأرض. المنظمات الدولية تحتاج إلى أجهزة قوية وذكية في التعامل والتواصل وصناعة النفوذ في إقناع الآراء، في وضع الآراء، صناعة التوجهات. هذا الذي نحتاجه فعلا المنظمات الدولية. أما التعامل معهم بطريقة حقيقة يعني غير جيدة أو استبدادية، هذا خطأ. صار على سبيل المثال الآن يعني الصحيفة الرسمية اللي هي 26 سبتمبر للجيش الناطقة تتحدث عن المنظمات الإنقلابية وتضع كل الأسماء بما فيها منظمتنا نحن سام الذي في داخل جنيف وثلاثة، وكل العاملين فيها ممنوعين من دخول المناطق الحوثية ومطاردين وعليهم بعضهم أحكام. فتخيلوا أننا نصبح في يوم وليلة إلى أعداء، نصبح منظمة إنقلابية. الهجمات أيضا على المنظمات الأخرى التي لديها مساحات نتحدث فيها وتجريمهم وتحويلهم إلى مجرمين، هذا خطأ، وأعتقد بأنه للأسف ستتحمله الحكومة وسيجدوا أنفسهم ضد العالم وليس يجب أن يكون لديهم مساحة أكبر للتعامل والتعاطي مع الآخرين. يجب أن يتحملوا الآراء المخالفة لهم ولا يتحولوا إلى إقصائيين ولا يجدوا أحد مطلقا أن يتعامل معهم. المنظمات الدولية تحتاج إلى نفس، تحتاج إلى مقدرة لصناعة القضايا، ويحتاج إلى منطق وليس إلى تعليمات وأوامر. هذا لا. الذي يجب أن يفهمه للأسف الجانب الحكومي وأيضا جانب التحالف، ولكنه لا يستوعب أو لا يعي. نعم أستاذ نبيل، يعني محاولة شيطنة الذين قاوموا الاجتياح والانقلاب والبعض تم اختطافهم مدنيين عزل، في أي إطار يأتي هذا المسلك برأيك؟ بلا نقاش هذا سيأتي أيضا مخالف للأحكام الدولية والقوانين. نحن الآن أمام هذا الشريط الذي خرج هو شريط إدانة للحوثيين أكثر منهم. نحن نعد الآن في منظمتنا، منظمة ساب، نعد هنالك تحركات جيدة في هذا الإطار وسنراها بالشراكة مع منظمات دولية. لا أنا ما أتمناه الآن على الجانب الحكومي أن يركز أن هؤلاء عبارة عن مدنيين وأن يقوم بعملية ولو بسيطة في صناعة الرأي اليمني. يعني إقناع الآن نحن نحتاج إقناع اليمنيين بأن من يروه الآن ليسوا مجرمين، هؤلاء شباب حزبيين يعملوا في السياسة لهم. هل تتوقع يعني أن هناك نسبة كبيرة ما زالت يعني تؤمن بما يعني بإعلام الحوثي أو بما يتابعونه وما يصدرونه؟ بلا نقاش بلا نقاش، ما زال البعض ينظر للأسف، لأنه الإعلام انجذب إلى اتجاهين، إما إعلام موجه واضح ضد الحوثيين بدون وضع أي حقائق، وفي ذات الوقت يقوم بعملية قبول لكل انتهاكات الآخر. يعني الآن حتى الآن الأخي عبد الرحمن يوم ما تحدث بعمومية وغير قادر على استنطاق أو قول الحقيقة بأن هنالك انتهاكات من الحكومة وانتهاكات من دولة الإمارات. تحدث عن ذلك أستاذ نبيل. أستاذ عبد الرحمن على العكس، لكنه نعم تحدث عن أن هناك انتهاكات تسجل في سجون يعني تنتمي لسجون الشرعية، أيا كانت هذه الانتهاكات تحت أي مسمى فهي تسجل، إذا كانت يعني تحدث بصورة واضحة وتفصيلية في هذه النقطة ربما فاتتك. لا أنا قرأته جيدا. نعم. وأعرف الأستاذ عبد الرحمن وسجله واضح للعالم كله. الأستاذ عبد الرحمن شخصية اعتبارية معروفة، لكن ما زالت قوة تأثير موجودة ولا يستطيع مطلقا أن يتحدثوا بهذه الحرية والمقدرة على إقناع العالم. العالم يفهم ويستوعب بأن هؤلاء موجودين في منطقة معينة ولا يستطيع الحديث بحرية. لكن أستاذ نبيل يعني إذا كان الحوثيين يعني غير مؤمنين بهذه اللجنة التي شكلت من مجلس حقوق الإنسان، يعني حدثنا الأستاذ عبد الرحمن أكثر من مرة أنه في يعني ما حدث من يعني قصف لصالة العزاء، الصالة الكبرى في صنعاء، حاولوا أن يتخاطبوا مع الميليشيا أكثر من رسالة وأكثر من مرة أنهم يريدون أن ينزلوا ليسجلوا هذه الانتهاكات أو الجرائم التي حدثت بالنسبة للمدنيين، ولكن لم يسمح لهم. يعني هناك أيضا صد من الطرف الآخر لتسجيل أي يعني انتهاك يصيب المدنيين هناك. لن أتحول إلى مدافع للانقلاب، لكني أوضح أيضا بأنه لا يمكن أنك تذهبي إلى صنعاء بعد أن تكوني في الرياض
أو جالسة في مناطق الشرعية، تحتاجي أن تكوني في مناطق بعيدة عن النفوذ وقادرة على الحديث بكل أريحية. لو كانوا في أوروبا كانوا يستطيعوا أن يضغطوا أكثر من أنهم جالسين الآن في مناطق مثل السعودية والإمارات أو حتى في عدن. يجب أن يخرجوا من نطاق الصراع ويتحدثوا، يذهبوا إلى الأردن، يستطيعوا أن يذهبوا إلى منطقة أخرى يتحدثوا مع القوى المنظمات الدولية الآن، كما يسموها الهب الآن، أو المكان الذي ينطلقون منه هو عمان، فليذهبوا إلى عمان ويستطيعوا أن يتواصلوا يوميا مع واجتماعات شبه يومية مع كل القوى، يستطيعوا أن يفعلوا شيء. لكن عندما تكون في الرياض وتتحدث أنت أنك تريد أن تدخل مناطق لن تستطيع أن تدخلها مطلقا، بل تضغط على الحوثيين إن كنت في عمان أو كنت في جنيف أو كنت في نيويورك أكثر من أن ضغطك وأنت تكون في مناطق أخرى مختلفة. يحتاجوا إلى مراجعة أدائهم، أتمنى أن يتحسن الأداء. نعم، وأتمنى أن تصل يعني رسالتك لهم واضحة، اتضحت لي الفكرة التي تود طرحها. لكن أستاذ نبيل، يعني نحن نلاحظ زيادة وتيرة ربما وحشية الحوثيين واتخاذهم لخطوات في كل مرة أعلى، يعني قانون الطوارئ، لحقهم محاكمات بالإعدام، لحقته مثل هذه الأفلام. ما القادم برأيك؟ يعني إلى أين يمكن أن تصل هذه الجماعة في ظل صمت دولي عن حقوق الإنسان، في ظل يعني هناك مثل يعني من أمين العقوبة أساء الأدب، يعني ولكن هؤلاء يعني يصلون إلى مرحلة الجرائم. للأسف هنالك رؤية موحدة واضحة لدى الحوثيين وصالح وقوة صالح، وأنا أعني قوة صالح هي الأكثر إجراما، هي من تفعل هذا مع الحوثيين. لا أقلل الإجرام، ولكن التدبير في هذا، في صناعة رؤية سياسية والعمل بجميع الملفات في اتجاه هذه الرؤية السياسية، هذا شغل المؤتمر الشعبي العام وليس لرجال الكهوف القادمين من صعدة. المسألة هنا لا يوجد في الاتجاه الآخر رؤية واضحة في استخدامات معينة، الملفات تتجه في عملية سياسية واضحة. لدينا للأسف شوية الأدوات والشخصيات التي غير كفوءة، لا يوجد أكفاء لدى الشرعية قادرة على أنها تعمل بنمط ذكي وتستطيع أن تجاري. في الاتجاه الآخر أيضا للأسف هنالك أيضا جمود دولي ومصالح دولية لا تنظر مطلقا، ولا نستطيع نحن إحراجها. نحن نستطيع نحرجها بتقرير تقريرين، لكن بعملية قوية إعلامية ومقدرة على التشبيك ووصول إلى أماكن القرار السياسي، هذه تحتاج إلى دول. وللأسف نحن كناشطين ما زلنا صغار، ما زلنا مستقلين بذواتنا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل البيضاني الناشط الحقوقي، كنت معنا عبر سكايب من السويد، وشكرا لمن كانوا معنا أيضا في هذه الحلقة، ولكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.